بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الحضور الكريم، اسمح لي يا فندم أعرض أمام حضراتكم استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. حقيقة استراتيجية تستهدف ثلاث أهداف رئيسية لبناء مصر الرقمية. الهدف الأول هو الخدمات الحكومية واستحقاقات المواطن لدى الحكومة أن تقدم بشكل مميكن وحوكم وسهل. المستهدف الثاني هو اكساب اكبر عدد ممكن من المواطنين مهارات رقمية مختلفة، واثراء مصفوفة الكوادر في مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. مقترن بهذا الهدف، الهدف الثالث هو جذب اكبر عدد من الشركات العالمية وتشجيع اكبر عدد من الشركات المحلية للتوسع في مقار وفروع ومراكز تعهيد لها في مصر. الفكرة في اتصال الهدف الثاني والثالث هو تخليق العرض من خلال التوسع في المهارات والكوادر المدربة، ثم تخليق طلب لاكتساب هذه المهارات وبالتالي تخليق فرص عمل أكثر. يمكن يعني ما يربط الثلاث أهداف مع بعض هو أنها جميعا تتمحور حول المواطن. فاستراتيجية مصر الرقمية هي استراتيجية تتمحور حول استحقاقات المواطن وتلبية احتياجاته. من هذه الاستراتيجية بدأنا في العمل على أربع محاور بشكل متزامن وموازي. المحور الأول هو التعاون مع كافة الوزارات والجهات المقدمة للخدمات في الدولة لتبسيط الإجراءات وإعادة هندستها ثم ميكانتها وإتاحتها بشكل مراقما، وححاول أشرح لحضراتكم منافذ تقديم الخدمة المختلفة. طبعا دوما متصل بتقديم خدمات مراقمنة أن ندعم البنية التحتية من حيث الانتشار ومن حيث الثبات والسرعة، وبالتالي نفاذ أكبر عدد من المواطنين على المنظومة السيبرانية أو على الإنترنت. المحور الثالث هو تمكين أكبر عدد من المواطنين من المنافسة بفاعلية في سوق العمل في الاقتصاد الرقمي، سواء سوق العمل المحلي أو على المستويين الإقليمي والدولي. ثم المحور الرابع تشجيع رواد الأعمال والفكر الابتكاري والعمل الخلاق. دوما يعني كما نعرف جميعا صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي صناعة ترتكز على الإبداع وعلى المهارات وعلى الفكر الإنساني، ومن ثم يعني دوما هذا هو محور الاستراتيجية أن نساعد أكبر عدد من شبابنا على تخليق أفكار جديدة وعلى بالتالي القيام بمشروعات وإن بدت صغيرة ولكن لها فرصة في النمو. يمكن المحور الأول الخاص بالتحول الرقمي وميكنة كافة خدمات الدولة، بدأنا في عام 2016 بربط قواعد بيانات الدولة المختلفة، حتى وصلنا في عام 2020 أن انتهينا من ربط كافة قواعد بيانات الحكومة المصرية، حوالي 100 قاعدة بيانات في البنية المعلوماتية المصرية. يعني عشان أوضح ميزة هذا الربط وما تحصل عليه المواطن منه، أرجع لبداية الجائحة حين تفضلت سيادتك بإصدار توجيه بصرف مكافأة للعمالة غير المنتظمة. تقدم لنا أكثر من 7.5 مليون مواطن لصرف هذه المكافأة. لولا البنية المعلوماتية لما كان ممكن أن نضع جدول للأولويات، أن ننظم صرف هذه المكافأة في ظل قيود التباعد التي فرضتها الجائحة، ثم صرفها بشكل مرقما، واقترن بهذا أيضا فتح حسابات للمواطنين في مكاتب البريد في ما يعتبر يعني خطوة واسعة في مجال الشمول المالي. ثم تفضلت سيادتك في 6 يوليو من العام الماضي 22 بإطلاق
منصة مصر الرقمية. لما بدأنا المنصة بشكل تجريبي كان عليها 34 خدمة، لما تفضلت سيادتك بافتتاحها العام الماضي كان عليها 131 خدمة. اليوم المنصة عليها 168 خدمة، وإن شاء الله نطلق في القريب مجموعة أخرى من الخدمات. هدفنا أن نصل إلى 200 خدمة في فترة قريبة جدا بإذن الله. هذه الخدمات الحقيقة تشمل مصفوفة واسعة ومتنوعة نقدمها مع الجهات مقدمة هذه الخدمات، التوثيق طبعا مع وزارة العدل، التموين، يمكن معي وزير الزراعة تحدث عن خدمات الزراعة، التأمين الصحي، رخص المركبات بالتعاون مع وزارة الداخلية وغيرها كثيرا. الجدير بالذكر أيضا هو المنافذ التي تقدم من خلالها هذه الخدمة، لأنه لم تقتصر يعني هذه المنافذ على المنصة الرقمية فقط ولا تطبيق المحمول، وإنما أيضا راعينا أن هناك قطاعات من أهلنا لا ترغب في التعامل بشكل مباشر مع التكنولوجيا، فكان لابد من إتاحة منفذ من خلال مكاتب البريد المصري لكي يتمكن المواطنين من الحصول على هذه الخدمات بمساعدة زملائنا في مكاتب البريد. حتى من لا يرغب في التوجه إلى مكاتب البريد ولا يرغب في التعامل مع التكنولوجيا بشكل مباشر يمكن أن يتصل برقم ساخن لمصر الرقمية ويتحصل على الخدمة. هنا الحقيقة النقلة النوعية، أنه يعني يمكن استقر في حتى أدبياتنا لفترة طويلة صعوبة الحصول على الخدمات الحكومية وما يعاني منه المواطن لكي يتحصل على استحقاقاته وخدماته من الحكومة. اليوم يستطيع أن يتحصل على أكثر من 160 خدمة، 168 تحديدا، من خلال اتصال تليفوني يجريه مع مركز الاتصال أو باقي المنافذ. الحقيقة تعتبر يعني خطوة وثابة لتقديم الخدمات بشكل ميسر ومحوكم يليق بالمواطن المصري. لا تقتصر الحقيقة يعني منظومة التحول الرقمي على فقط منصة مصر الرقمية، وإنما لدينا مجموعة واسعة من مشروعات الميكنة التي بعضها أتممناها بعضها الآخر يعني في مراحل مختلفة باستثمارات بلغت 45 مليار جنيه. يعني ربما لضيق الوقت لا أستعرضها جميعا، ولكن أنتقي بعضها فقط. مع التعليم العالي أتممنا المرحلة الأولى من منظومة الامتحانات الرقمية في 27 جامعة حكومية في القطاع الطبي. أيضا مع وزارة العدل لدينا استراتيجية واسعة لعدالة مصر الرقمية أتممنا منها التقاضي عن بعد في المحاكم الاقتصادية. حقيقة هذا المشروع في منتهى الأهمية، لأنه كثير من أطراف الدعوة في المحاكم الاقتصادية يكونون من المستثمرين الذين يقيمون خارج مصر، فكان لابد أنه ينتقل إلى مصر مع كل جلسة. الآن مع إتمام هذه المنظومة يستطيع أطراف الدعوة أن يجروا كل إجراءات الدعوة منذ رفع الدعوة حتى صدور الحكم فيها عن بعد بشكل رقمي كامل. لدينا خطة مع وزارة العدل لنشر التقاضي عن بعد في المحاكم المدنية ومحاكم الأسرة. بالفعل يعني حاليا نبني التطبيق، إن شاء الله يتمم في خلال هذا العام، ثم نبدأ في نشره في باقي المحاكم المدنية ومحاكم الأسرة. كذلك منظومة إنفاذ القانون بالتعاون مع وزارة العدل والداخلية والنيابة العامة أتممناها في 7 محافظات وجاري نشرها. كذلك منظومة التأمين الصحي الشامل في كل المحافظات التي بدأ فيها مشروع التأمين الصحي يعتمد على منظومة مميكنة بالكامل من تطبيق الخدمة، من الإحالة، من كافة عناصر تقديم الخدمة، حتى الشق المالي والتسويات تتم بشكل مميكن بالكامل. الآن نعمل مع المستشفيات الجامعية في 73 مستشفى في 11 جامعة لكي نتمم منظومة التأمين الصحي في المستشفيات الجامعية. الهدف يا فندم أنه يستطيع المواطن أن يتحصل على خدماته الطبية سواء من
مستشفيات التأمين الصحي أو من المستشفيات الجامعية دون أن يتكلف عناء إعادة الفحوصات أو ما أجراء من الاختبارات. هذا يعني طبعا يسهل على المريض وأيضا يخفض من كلفة العلاج. يمكن يعني أختم بمشروعين في غاية الأهمية. الأول طبعا هو انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة. هذا المشروع استتبع إجراء عملية أرشفة رقمية لأكثر من 250 مليون وثيقة، أكبر مشروع أرشفة في الشرق الأوسط. 250 مليون وثيقة الآن أصبحت رقمية، كل الملفات الجارية للحكومة المصرية أصبحت ملفات رقمية لا ورقية، وده كان الرؤية لانتقال الحكومة إلى العاصمة الجديدة، أن تنتقل كحكومة لا ورقية مرقمنة. كذلك كان المجلس الأعلى للاستثمار وجه بضرورة التأثير في تأسيس الشركات. بالفعل وضعنا منظومة بالتعاون مع هيئة الاستثمار لتأسيس الشركات عن بعد. أصبح يمكن لرواد الأعمال والمستثمرين أنه ينشئ شركة بالكامل دون أن يتوجه إلى أي جهة حكومية. زي ما قلت ارجع حاضر. يعني أنت دكتور جيت على الحكومة والجهد اللي اتعمل فيها والبنية الأساسية اللي اتكلفتها، سواء كان البنية الأساسية اللي اتعملت داخل كل وزارة أو بين الوزارات ثم مراكز البيانات المؤمنة، عشان كنت أنت قلت خدمات محوكمة، وكنت أنا كتبت قلت طب ومؤمنة بقى ما يقولها، هو ده اتكلف كام؟ الأولاني الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة كحكومة الميكنة بتاعتها كاملة كبنية أساسية كلفت كام؟ حاضر. الحقيقة المشروع ده ينقسم إلى ثلاث أقسام. ينقسم إلى يعني أنا بقوله بس عشان إيه؟ أديك فرصة إنك تقوله عشان الناس متصورة، وأنا كلكم صورتوا خدتوا الفيلم بتاع المباني من بره، ما حدش دخل جوه وصور لي الناس بتشتغل إزاي وبتعمل إيه، مش كده؟ طيب الموضوع ده مهم قوي ليه؟ لأن إحنا عايزين نقول للناس إن البيانات بتاعة الحكومة المصرية، وده مش كتير من الدول عملت ده، صح كده؟ عملت حاجة مغلقة يا دكتور مصطفى، وده اللي اشتغلنا بقالنا 4-5 سنين عليه، وبقى لا يمكن حد، مش كده، يقدر يدخل على الحكومة يعمل لها شلل ولا ايه؟ طيب ما هو ده، هو ده سر ما نقوله للناس. هو حد هيقدر يعمل حاجة بعد اللي احنا عملناه ان شاء الله؟ ان شاء الله. طب نقول بقى. حاضر. يعني هو الحقيقة الانتقال الحكومة الى العاصمة الإدارية الجديدة كان مشروع انقسم الى ثلاث عناصر رئيسية. العنصر الاول كان الأرشفة زي ما حاولت اشرح. العنصر الثاني كان بناء منظومات رقمية وتطوير المنظومات الموجودة لدى مختلف الوزارات فيما نسميه التطبيقات التخصصية، اللي هي التطبيقات المتعلقة بكل وزارة. ثم الشق الثاني من هذا العنصر هو التطبيقات التشاركية، هي التطبيقات اللي بتميكن أنشطة متماثلة في كل الوزارات، زي مثلا الموارد البشرية أو التراسل أو إدارة المشروعات أو غيرها. ده الحقيقة العنصر الثاني. العنصر الثالث هو مراكز البيانات، والدولة أنشأت مركزي بيانات مؤمنة على أعلى مستوى تقني وصلت إليه التكنولوجيا. المركز الرئيسي بلغت الاستثمارات فيه 450 مليون دولار. المركز التبادلي بلغت الاستثمارات فيه 350 مليون دولار، يعني 800 مليون. هذا فين تكلفة إنشاؤه؟ أنت بتتكلم على البنية المعلوماتية يا دكتور، صح؟ أنا مش كده ولا إيه؟ صح. طب بكام؟ لا أنا الحقيقة يعني أنا اللي عارف، أنا عارف، أنا بقول الكلام ده لكم هنا عشان الناس متصورة. لما احنا بنقول دولة بتدار بشكل متقدم تتجاوز به الإشكاليات بتاعة الجهاز الإداري للدولة من خلال النظم الحديثة، مش كده؟ صح.
كل كلمة بتقولوها هنا بتتحول لجهد وتكلفة مالية ضخمة جدا. مركز البيانات دي انشأت بشكل محصن صح كده؟ على أعماق تصل ل 15 متر بمليارات الجنيهات. أنا بتكلم في الإنشاء خرسانة، مش بتكلم في قواعد بيانات ولا السيرفرات اللي أنتوا جبتوها عشان تحقق لكم عمل مغلق محكم مؤمن بشكل كامل، لا يستطيع أحد أنه يخش عليكم في أي وقت مهما كان قدراته. لأن أنتوا ما قلتوش مثلا أن 50,000 حاسب اللي موجودين في الوزارات هو عبارة عن شاشة وكيبورد لا يمكن لمخلوق يقدر يدخل، ولا بقول كلام ممكن؟ بالعكس، لا صحيح بالعكس. يعني ممكن لو تأذن لسيادتك يعني أشرحها بشكل أكثر تفصيلا. احنا رأينا ان كل واحد من زملائنا هيكون لديه ما نسميه شاشة صفرية، يعني شاشة يمكن ان يتعامل من خلالها مع قواعد البيانات والأنظمة الموجودة في مركز البيانات الرئيسي، ولكن لا يمكن انه يدخل عليها بيانات بشكل غير مؤمن او بشكل عشوائي يعني فردي، ولكن لابد ان يكون من خلال منظومة محوكمة مركزية اذا ما اراد انه يدخل بيانات الى المنظومة او يستخرج بيانات منها، وده بيكون مسجل بحيث يبقى معروف مين اللي احنا البروتوكول الرقمي اللي بينظم الكلام دوت بالانساق بتاعته بيكون خلصناه دكتور مصطفى عشان يبقى ملزم وعشان ياخد الصبغة القانونية بتاعته في تعامل كل مختص مع النسق بتاعه مستوى، مش كده؟ تمام، اتفضل. تمام، ده بالنسبة لانتقال الحكومة إلى العاصمة. فيعني زي ما حاولت أشرح هي ثلاث عناصر تطبيقات بشقيها التخصصي والتشاركي: البنية التحتية بكلفة تجاوز 800 مليون دولار للأجهزة فقط، غير اللي سيادتك تفضلت بيه للبناء الخرساني وتجهيز المكان. العنصر الثالث حقيقة كان ربط مباني الحكومية بعضها ببعض. لدينا في مصر 35,000 مبنى حكومي، وكان لابد ان احنا نربطها ببعض لضمان استمرارية الخدمة وثباتها، وده يمكن هشرحه في العنصر الثاني او الهدف الثاني من مستهدفات الاستراتيجيه، وهو البنيه التحتيه الرقميه. ولكن الحقيقه قبل ما ابدا في محاوله شرح البنيه التحتيه الرقميه المحليه، يعني اسمحوا لي اتوقف عند يعني شق اخر ربما غير الملمين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعني مش عارفين عنه بما فيه الكفايه، وهو البنيه التحتيه الرقميه الدوليه. مصر الحقيقه يعني بفضل الموقع الاستراتيجي المتميز اللي ربنا حمانا بيه، اكثر من 90% من البيانات المارة ما بين الشرق والغرب تمر من خلال المياه الإقليمية المصرية والأراضي المصرية. كان لحد عام 2016 لدينا 13 كابل بحري أنشئت منذ بدء صناعة الإنترنت حتى ذلك الوقت. من 2016 إلى الآن احنا استثمرنا في إنشاء 5 كوابل بحرية جديدة. احنا استثمارتنا في هذه المنظومة 300 مليون دولار، ولكن الكابل الواحد الاستثمارات فيه بتتراوح ما بين مليار و2 مليار دولار، ويبقى مجموعة شركات او تحالف ما بين دول وشركات لبناء هذه الكوابل. ان شاء الله هذه الكوابل يعني نتمم دخولها الخدمة، هي بدأت بالفعل دخول الخدمة، يمكن آخرها كان النهاردة بنحتفل بدخوله إلى المياه الإقليمية المصرية. الدخل الذي سيعود على مصر زيادة من هذه الكابلات من 3 مليار قفز إلى 7 مليار جنيه سنويا من إتمام هذه الاستثمارات. أيضا الشبكة المحلية التي تنقل البيانات ما بين البحرين الأحمر والمتوسط، كان لدينا منذ بداية الإنترنت حتى عام
2019 كان لدينا شبكة من 2700 كيلومتر، وكانت التحدي اللي بيواجهنا هو الانقطاعات في هذه الشبكة، وبالتالي عدم ثبات الخدمة للدول التي نقدم لها الخدمات من الدول دول الجوار والدول المحيطة بنا. في خلال عام 2019 فقط أنشأنا شبكة 2650 كيلومتر، يعني ما أنشئ في أكثر من 20 سنة أنشئ مثيل له في عام واحد. الميزة الثانية في هذه الشبكة الجديدة أنه بها ما نسميه المسار الذهبي، وهو المسار الموازي لقناة السويس، يسمونه في عالم الكابلات البحرية المسار الذهبي لأنه أقصر طريق في العالم ما بين الشرق والغرب، وبالتالي يمنح مصر ميزة استراتيجية ضخمة جدا في هذا المجال. استثمارات في هذه الشبكة بلغت أكثر من 300 مليون دولار. أيضا محطات الإنزال الموجودة على البحرين، كان لدينا 7 محطات زدناها إلى 10 محطات إنزال، وبالتالي أصبح قدرتنا على تقديم خدمات للدول الشرق والغرب وتمرير البيانات من مصر الحقيقة يعني تلقت دعم غير مسبوق في خلال العامين الماضيين. عايز تتكلم على حاجة تانية هتتعمل ولا مش مهم؟ بلاش. طب أجي يمكن للشبكة المحلية. الشبكة المحلية أيضا بشقيها الإنترنت الثابت والخدمات المحمول. في عام 2017 كان متوسط سرعة الإنترنت في مصر 5 وحوالي 4 ميجابت ثانية. واستمرت معدلات يعني السرعة تزيد بنسب بسيطة، حتى بدأنا في أول عام 2019 في مشروع ضخم بلغت استثماراته حتى الآن أكثر من 100 مليار جنيه لتقوية ونشر شبكة الإنترنت الثابت في مصر. السرعة في أغسطس من هذا العام بلغت 54.3 ميجابت ثانية، ما كان 5.4 ميجابت ثانية في ديسمبر 2017، يعني تضاعفت أكثر من 10 مرات في خلال هذه الفترة. في نفس الوقت عدد المشتركين زاد 4 أضعاف، ويعني فعلا لولا أنه ربنا وفقنا أن احنا نتمم هذا أو المرحلة الأولى من هذا المشروع، يمكن أمام حضراتكم القفزة واضحة ما بين آخر 2018 وآخر 2019، وده الحقيقة اللي مكن الشبكة أنها تستوعب الأحمال اللي تضاعفت مع بداية الجائحة في أواخر 2019 أوائل 2020. مستمرين إن شاء الله في المزيد من الاستثمارات في نشر الشبكة، في تقويتها ودعمها في الفترة القادمة، باستثمارات قدرها 150 مليار جنيه لإحلال شبكات النحاس بشبكات الألياف الضوئية في المرحلة القادمة. أيضا زي ما كنت بقول المباني الحكومية لدينا في مصر حوالي 35,000 مبنى حكومي، انتهينا من ربط 20,000 مبنى حكومي في مختلف أنحاء الجمهورية بشبكات الألياف الضوئية لكي نمكن أجهزتنا الحكومية في مختلف أنحاء الدولة من تقديم الخدمات المرقمنة للمواطنين. كذلك بدأنا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم خطة لربط المدارس بشبكة الألياف الضوئية، أيضا ربط الفنادق الـ5 نجوم والـ4 نجوم، انتهينا من شرم الشيخ والبحر الأحمر، وتقريبا انتهينا من 80% من القاهرة والإسكندرية، تبقى لنا الأقصر وأسوان إن شاء الله ننهيها في خلال الشهور القليلة القادمة. الحقيقة شبكة المحمول أيضا تلقت
اهتمام وتركيز شديد. احنا في خلال الفترة من 2014 حتى نهاية 2020 ضعفنا عدد الأبراج الموجودة من حوالي 7000 برج إلى حوالي 35000 برج، يعني أكثر من 5 أضعاف في خلال ال9 سنوات الماضية باستثمارات قدرها 110 مليار جنيه. هذه الشبكة تخدم حاليا أكثر من 80 مليون مواطن يتصل بالعالم السيبراني من خلال شبكات المحمول. أيضا أتحنا ترددات بأكثر من 2 مليار دولار لشركات العاملة لكي ندعم من قدرتها على تقديم الخدمات. يمكن واحدة من أكثر الهيئات اللي اهتمينا ليس فقط تطويرها ولكن إعادة صياغة دورها هي هيئة البريد المصري. هيئة البريد المصري هيئة عريقة أنشئت منذ عام 1865 وتتمتع بثقة المواطن المصري لا سيما أهلنا في مختلف المناطق الريفية والقرى، يعني يقبلون على التعامل مع مكاتب البريد المصري الحقيقة بشكل نعتز به، ولابد أن احنا ندعم ونحافظ على هذه الثقة ونضمن استمرارها. من هنا بدأنا بتطوير هيئة البريد المصري، تطوير اشتمل على 3 محاور أساسية. المحور الأول هو تطوير المكاتب حيث تليق شكلا باستقبال المواطن المصري. انتهينا من تطوير 3750 مكتب من أصل 3900 مكتب قديمة. أيضا أضفنا 526 مكتب جديد بين مكاتب ثابتة ومكاتب متنقلة وما نسميه مكاتب خفيفة تقام في أماكن المرور من أجل نشر الخدمات وضمان قرب مكتب البريد من المواطن في مختلف أنحاء القطر المصري. المحور الثاني للتطوير الحقيقة كان إثراء منظومة الخدمات التي يقدمها البريد المصري، سواء الخدمات البريدية. يمكن خدمة الرسائل تراجعت طبعا مع انتشار التكنولوجيا، ولكن خدمة البعائث بالعكس انتشرت وزادت وتعظمت أهميتها مع التجارة الإلكترونية وانتشار التجارة الإلكترونية. وكان لابد أن احنا نتأكد أن البريد المصري قادر على أن يواكب هذا التطور. أيضا بالتعاون مع البنك المركزي قدمنا مجموعة من الخدمات المالية من خلال البريد المصري كخدمات الإقراض متناهي الصغر، التأمين متناهي الصغر، الإقراض الاستهلاكي وغيرها. كذلك بدأنا في خطة لنشر آلات الصراف الآلي لكي نيسر على المواطن الحصول على سيولة نقدية دون أن يضطر إلى دخول المكتب، وبالتالي تخفيف الأعباء والأحمال على المكاتب من خلال نشر ماكينات الصراف الآلي. كان لدينا 300 مكنة حتى عام 2019، النهاردة عندنا 1840 مكنة. إن شاء الله في خلال العامين القادمين نستهدف تركيب 2000 آلة من آلات الصراف الآلي إضافية. استثمارات في هيئة البريد بلغت 16 مليار جنيه في خلال الأعوام الخمس الماضية. كان لدينا أيضا مبنى البريد التاريخي في العتبة وبه متحف للبريد متخصص، أول متحف متخصص للبريد المصري في الشرق الأوسط، تم تجديده وتطويره لكي يليق باستقبال الزائرين والمواطنين. الحقيقة طبعا أنه الحديث عن البنية التحتية لا يمكن أن يكتمل دون الحديث عن ما تطلع به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المشروع الأضخم حياة كريمة. ويجري العمل في حياة كريمة على 4 محاور بشكل متزامن ومتوازي. المحور الأول هو ربط كل منازل والمباني في كل القرى التي يشملها مشروع حياة كريمة بشبكة الأياف الضوئية. لدينا في مشروع حياة كريمة بمراحله الثلاثة 9,300,000 مبنى. في المرحلة الأولى وحدها في حوالي 3.5 مليون منزل. بدأنا بربط كل منازل قرى حياة كريمة بشبكة الألياف الضوئية.
الرسالة الحقيقة المهمة والقوية اللي يعني أستأذن في التركيز عليها هنا، أن الحكومة المصرية لديها رؤية أنه لكي نوفر لمواطنينا حياة كريمة في مختلف مناحي الجمهورية، لا يقتصر الأمر على توفير شبكة صرف صحي ومياه نقية وكهرباء فقط، وإنما رأت الحكومة المصرية أن الإنترنت فائق السرعة يماثل في الأهمية تلك الخدمات الأساسية، ومن ثم كان التوجيه أن نوفر كابلات الألياف الضوئية ونوصل الخدمة لكل منزل في قرى حياة كريمة. إن شاء الله يعني إحنا المرحلة الأولى أتممنا الشبكات الخارجية في أكثر من 1400 قرية من 1480، فيعني الحمد لله قربنا على إتمام الشبكات الخارجية، ونعمل الآن على الشبكات الداخلية. كذلك مكاتب البريد في كل قرى حياة كريمة 1700 مكتب، الحمد لله انتهينا من تطويرها في سياق خطة تطوير البريد اللي حاولت أشرحها. كذلك دعم وتطوير خدمات المحمول في القرى لكي يتمكن أهلنا من الاستفادة من خدماتها. لدينا خطة بإنشاء 2700 برج في قرى حياة كريمة، أتممنا 1100 برج منها حتى الآن، وجاري العمل في الباقي. محور الرابع الحقيقة دوما أقول أنه المحور الأهم، لأنه يتعلق ببناء الإنسان وهو نشر الثقافة الرقمية لأهلنا في قرى حياة كريمة. بدأنا بنشر الثقافة الرقمية، نركز على السيدات والفتيات وأهلنا من ذوي القدرات الخاصة. لدينا خطة لنشر الثقافة الرقمية ل 500 ألف مواطن، انتهينا من حوالي 100 ألف منها، وجاري العمل في باقي الخطة بإذن الله. أنتقل إلى المحور الثالث في استراتيجية بناء مصر الرقمية، واللي بعتبره الحقيقة هو حجر الزاوية، لأنه كما حاولت يعني أن أوضح في البداية، صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي صناعة إبداع، وهي صناعة فكر، وتقوم على الأداء الابتكاري، ومن ثم القدرات البشرية والكوادر المدربة تدريبا متعمقا هي الأساس، وهي قوام هذه الصناعة. وكل الدول اللي يمكن حققت نهضة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدأت بالتركيز على بناء القدرات وتوسيع قاعدة الكوادر. احنا لما بنعد قدرات في كافة أطياف وتخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الحقيقة بنستهدف ثلاث مرامي متوازية. المرمى الأول هو طبعا أن يكون لدينا كوادر كافية قادرة على تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، ليس فقط المشروعات التي تنفذها الحكومة وأجهزتها، ولكن أيضا باقي قطاعات الدولة كلها منشغلة بالرقمنة وأتمتت أعمالها، سواء القطاع الخاص أو القطاع المشترك أو القطاع المصرفي أو الطبي أو غيره. ومن ثم لابد من التأكد من وجود كوادر بأعداد كافية وبخبرات متعمقة وكافية تمكن من تنفيذ هذه المشروعات على أكمل وجه وفي الخطط الزمنية المحددة لها. المحور الثاني والثالث الحقيقة مرتبطين ببعض. المحور الثاني هو زيادة عدد المهنيين المستقلين. المهني المستقل هو من يلتحق بعمل، سواء عمل مؤقت أو عمل دائم، بشركة أو بجهة خارج مصر وهو مقيم في مصر. طب ايه أهمية المحور ده الحقيقة؟ الحقيقة المحور ده في منتهى الأهمية، لأنه احنا لما بدأنا نتوسع في خطة التدريب، ويمكن يعني هعرض على حضراتكم الأعداد بعد قليل، كان لابد ان احنا نتأكد انه هذا التدريب يؤتي ثماره وله مردود اقتصادي. المردود الاقتصادي متمثل في انه من يتدرب يلتحق بعمل، وبالتالي يبقى التدريب فعلا يعني أتى المرجو منه. مش بالضرورة أن كل من يتدربوا يستطيعوا أن هم يلتحقوا بعمل داخلي، لأنه مهما كان الاقتصاد المحلي قادر على
توليد فرص عمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي بالطبيعة لا حدود. ومن ثم كان قدامنا خيارين، إما أن نكتفي بتدريب فقط لأعداد تكفي لمشروعات التحول الرقمي والأتمتة المحلية، أو أن نمكن شبابنا من أن ينافسوا في سوق العمل الإقليمي والدولي. وده الحقيقة اللي قصدته بهذه المنافسة. لا أقصد أنه واحد يسافر ويلتحق بعمل بر، ولكن أنه وهو في مصر يستطيع أنه يلتحق بعمل خارج مصر. الأمر اللي في الثاني اللي يعني في هذا السياق يشكل أهمية هذا الملف، أنه في كثير من الأحيان أهلنا وولادنا وشبابنا مقيمين في قرى أو في مراكز صغيرة في مختلف أنحاء الجمهورية، ربما لا يكون فيها فرص عمل كافية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. فأيضا كان هناك خيار، طب هل ندرب شبابنا المقيمين في هذه الأماكن، ولا نقصر التدريب على الأماكن اللي هيبقى فيها فرص عمل؟ كان الخيار أنه لا، إحنا هنتيح مبادرات التدريب لكل شبابنا ولكل أهلنا في مختلف أنحاء الجمهورية، ونتأكد من قدرتهم على المنافسة في سوق العمل خارج مصر وهم مقيمون في قرانا وفي مدننا وفي مراكزنا في مختلف أنحاء الجمهورية. الملف الثالث أو المستهدف الثالث من بناء القدرات هو صناعة التعهيد. وصناعة التعهيد الحقيقة صناعة تشهد الآن تحولا ضخما. صناعة التعهيد تقوم على أنه شركة من الشركات العالمية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقيم مركز متخصص في أحد هذه الأطياف أو الأنشطة في دولة أخرى. وفي الآونة الأخيرة الحقيقة بسبب التغيرات العالمية الجيوسياسية وما يحدث من أزمات في العالم، بدأ التحول إلى أقاليم جديدة في العالم بعيدا عن آسيا. ومن هنا وجدنا أن مصر لديها فرصة هائلة بعدد شبابنا، بالتدريب اللي بيتلقاه شبابنا، بقدرة شبابنا بتصميمهم و إقبالهم على العمل والتزامهم. لدينا فرصة ضخمة جدا لكي تكون مصر مقصدا للشركات العالمية في مجال صناعة التعهيد. العنصر الثاني الحقيقة اللي شجع على التركيز على صناعة التعهيد هو مجموعة من التغيرات التكنولوجية التي يشهدها العالم والتي تستلزم عدد بالغ الضخامة من المتخصصين في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كالتغيير في عالم السيارات التي تتحول إلى سيارات كهربائية ذاتية القيادة. هذا يستلزم يعني أعداد ضخمة من القادرين على إنشاء منظومات برمجية تشغل وتتحكم في هذه السيارات. أيضا المنافسة التي توقدت ما بين الشرق والغرب في مجال السيارات الكهربية، وبالتالي يعني هذه المنافسة ولدت طلبا متزايدا على المتخصصين في إنشاء منظومات برمجية للتحكم في السيارات الكهربية. كذلك الذكاء الاصطناعي وما يشهده العالم من تطور في مجال الذكاء الاصطناعي أيضا أدى إلى طلب متزايد على المتخصصين في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وغيرها. من هنا الحقيقة بدأنا في وضع استراتيجية متكاملة لنشر ليس فقط الثقافة الرقمية ولكن العلم والمهارات والخبرات لمختلف أطياف الشباب. لدينا مجموعة من المبادرات لنشر الوعي الرقمي لكافة فئات المجتمع. لدينا مجموعة من المبادرات للطلاب في كافة مراحل التعليم منذ الرابعة ابتدائي وحتى نهاية الجامعة. لدينا مبادرات لإكساب خريجي التخصصات من الكليات غير التكنولوجية مهارات
في هذا القطاع لكي يلتحقوا بعمل فيه، لأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لم يعد مقتصرا على خريجي الكليات الهندسة وعلوم الحاسبات وغيرها، وإنما أصبح قطاعا رحبا يستطيع أن يستوعب مختلف التخصصات. ثم العنصر الرابع وهو صقل وتعميق مهارات المتخصصين في مختلف روافد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكي يستطيعوا الالتحاق بوظائف ذات قيمة أعلى في شركات عالمية مرموقة تقوم بأنشطة لها يعني تستلزم عمقا علميا. يعني هستعرض يمكن في عجالة بعد إذن فخامتك مجموعة من هذه المبادرات. يمكن المبادرة الأولى كانت مبادرة إطلاق مدارس التكنولوجيا التطبيقية، كان الهدف الحقيقة أن نخلق جيلا جديدا يخالف يمكن الصورة النمطية التقليدية للتقني، بأن يكون لدينا جيلا من الفنيين التقنيين المتعلمين على أعلى مستوى الملتزمين القادرين على العمل في الشركات المحلية والعالمية. بدأنا الحقيقة بمدرسة واحدة في القاهرة، واشترطنا أن من يلتحق في المدرسة بعد اتمام المرحلة الإعدادية من المتفوقين مجموع أكثر من 90%. الحقيقة الإقبال يعني فاق ما كنا نتوقعه، وأثبت أنه أولادنا والأجيال الجديدة مدركة للتغير الضخم في متطلبات سوق العمل، وأنه لم يعد مقتصرة أو لم يعد يعني حامل الشهادة العالية هو الوحيد القادر على أن يلتحق بوظيفة يعني مجزية. في العام التالي زدنا إلى 7 مدارس في المحافظات المعروضة أمام حضراتكم على اليمين. في هذا العام بالتعاون مع زميلي معالي وزير التربية والتعليم خصصنا 5 مدارس جديدة في المحافظات اللي على يسار الشريحة. إن شاء الله هدفنا أن نصل إلى 27 مدرسة في كل محافظة. الاستثمارات في هذا المشروع بلغت حتى الآن 600 مليون جنيه، ولكن الحمد لله أنه يعني أول دفعة من أول مدرسة تخرجت هذا العام، وكنا الحقيقة يعني مهتمين جدا أن نرقب يعني هذه الدفعة فردا فردا لكي نتأكد من تمكنهم من الالتحاق بوظيفة، لأنه المعيار لنجاح هذا المشروع هو اقتناع سوق العمل بجدارة خريجي هذه المدرسة. الحمد لله كل خريجي المدرسة الذين تقدموا لسوق العمل نجحوا في الحصول على وظيفة. المبادرة الثانية الحقيقة هي جامعة مصر للمعلوماتية، ويمكن يعني لن أطيل فيها لأنه الفيلم شرحها. هي أول جامعة في إفريقيا متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تمنح درجة البكالوريوس شهادة مزدوجة ما بين جامعة مصر للمعلوماتية و3 جامعات من الجامعات رفيعة المستوى في أمريكا وكندا. لدينا 4 كليات، والحمد لله عدد المقبولين في الجامعة يزداد عاما تلو الآخر. مجموعة ضخمة أخرى من مبادرات التدريب، يعني زي ما قلت براعم وأجبال مصر الرقمية لطلبة المدارس من 4 ابتدائي حتى 2 ثانوي. مهارات مصر الرقمية نستهدف إن شاء الله 90,000 طالب جامعي هذا العام. لدينا مبادرة مهاراتك، مبادرة مستقبلنا رقمي لتأهيل مختلف أطياف شبابنا على العمل في قطاع الاتصالات. يمكن يعني لكي أوضح الصورة أعود إلى الأرقام. في عام المالي 14-15 كان عدد المتدربين الذين تستهدفهم وزارة الاتصالات 2600 متدرب في السنة بموازنة قدرها 32 مليون جنيه. بدأنا في عام المالي 19-20 في التركيز على التدريب وتنمية الأعداد. الحمد لله في العام المالي المنتهي في يونيو الماضي 22-23 انتهينا من تدريب 250 ألف متدرب بكلفة قدرها 1.3 مليار جنيه. هذا العام إن شاء الله بنستهدف 400 ألف
متدرب بكلفة قدرها 1,700,000,000 جنيه. ما كان 2,600 متدرب أصبح 400,000 متدرب، 150 ضعف في 9 سنوات، وتضاعفت الموازنة 50 ضعف في 9 سنوات. يمكن أعود إلى مستهدفات التصدير من خلال استعراض موجز لأعداد المهنيين المستقلين ونمو صناعة التعهيد في مصر. والحقيقة يعني المستهدفين يسيروا بشكل متوازي وإن كان أسبابها مختلفة. لما عدد أكبر من شبابنا أقبل على مبادرات التدريب وتلقى تدريب، لأن التدريب دوما يشمل تدريب تقني يقترن به تدريب على كيفية المنافسة في قطاع المهنيين المستقلين. العالم فيه 4,000,000 مهني مستقل في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات، في مصر لدينا 100,000 مهني مستقل، صعودا من 33,000 قبل عامين. يعني في سنتين فقط احنا ضاعفنا العدد 3 أضعاف، من 33,000 إلى 100,000، وأصبح لدينا 2.5% من العدد العالمي. نستهدف إن شاء الله أن نصل إلى 4% بنهاية عام 2026، نستهدف الوصول إلى 220,000 مهني مستقل. هذه الصناعة تنمو بمعدل 15% في السنة، هدفنا أن ننمو ضعف هذا المعدل، أن ننمو 30% في العام بإذن الله. الشق الثاني أو الجناح الثاني اللي بيمكننا من الصادرات الرقمية هو قطاع التعهيد. ويمكن الحراك التدريبي المكثف اللي بدأ القطاع يشهده منذ عام 2019-2020 لفت نظر مجموعة ضخمة من الشركات العالمية لكي تقيم مراكز تعهيد لها في مصر أو توسع من المراكز القائمة، ومن ثم بدأت أرقام العاملين في هذا القطاع تزداد. إن شاء الله بنهاية هذا العام يكون لدينا 130,000 متخصص في مراكز تعهيد، جميعهم يصدرون خدمات رقمية من مصر إلى خارج مصر بقيمة تصل إلى 3.5 مليار دولار. هدفنا أنه بنهاية عام 2026 بإذن الله نصل إلى 336,000 متخصص سيكون لديهم قدرة على التصدير بقيمة قدرها 9 مليار دولار. في العام الماضي لوحده يمكن كان شرفنا دولة رئيس الوزراء في نوفمبر من العام الماضي وشهد توقيع اتفاقيات مع 34 شركة عالمية لإقامة مراكز تعهيد لها في مصر تخلق 34,000 فرصة عمل. الحقيقة منذ ذلك الحين إلى اليوم يعني تغيرين مهمين. التغير الأول أنه من 34,000 فرصة اللي وقعناهم على 3 سنين بالفعل تم تعيين أكثر من 16,000 متخصص في خلال أقل من عام. المتغير الثاني أنه بدأنا في توقيع اتفاقيات جديدة مع شركات جديدة، بلغ عدد الاتفاقيات الآن 60,000 متخصص حتى هذا الشهر. يمكن نلحظ أنه الشركات التي تقيم مراكز تعهيد لها في مصر من مختلف دول العالم ومن الدول بالغة التقدم في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات، سواء من الغرب من أمريكا الشمالية وأوروبا أو من الشرق من الصين والهند التي تستحوذ على 60% من صناعة التعهيد في العالم، ومع هذا رأت في الخبرات المصرية وفي القدرات المصرية ما يجذبها لكي تقيم مراكز تعهيد لها في مصر. يعني المحور الرابع والأخير هو رعاية الإبداع وتشجيع الفكر الخلاق وقدرة شبابنا على أن يصبحوا رواداً للأعمال ويؤسسوا شركات. كان مهم أن نتيح
منظومة القيمة، الخطوات المتعارف عليها في العالم في مجال رعاية الإبداع، بدءا بما نسميه العصف الفكري وتوليد أفكار تصلح لإنشاء شركات، مرورا بكل الخطوات المعروضة أمام حضراتكم حتى نصل إلى جذب مستثمرين لكي يستثمروا في الشركات التي ينشئها شبابنا في مصر. كان لابد من وجود حاضنات ومراكز للتدريب لكي نقدم فيها هذه الخدمات لشبابنا. في عام 2016 كان لدينا ثلاث مراكز تدريب، سنة 2019 بدأنا في إنشاء ثمانية جديدة، شرفتها سيادتك بالافتتاح في 6 يوليو الماضي. منذ يوليو 2022 حتى الآن أنشأنا 9 مراكز جديدة لكي يبلغ عدد المراكز 20 مركز. إن شاء الله في خلال العام القادم نضيف 5 مراكز لكي تصبح 25 مركز من مراكز إبداع مصر الرقمية باستثمارات قدرها 8.5 مليار جنيه. هذه المراكز الحقيقة موزعة في كل محافظات الجمهورية، هدفنا أن يكون هناك على الأقل مركزا واحدا في كل محافظة. أدى هذا إلى أنه مصر واحدة من أفضل 3 دول في مجال ريادة الأعمال في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. لدينا 400 شركة حاليا محتضنة في مراكز إبداع مصر الرقمية. في عام 2022 في العام الماضي رغم يعني التحديات الاقتصادية التي تجتاح العالم، استطاع قطاع الشركات الناشئة في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن يجذب أكثر من 500 مليون دولار استثمارات من خارج مصر في هذه الشركات. أيضا رعينا أن نقيم مراكز إبداع مصر الرقمية داخل الأحرم الجامعية في المحافظات المختلفة أو بمقربة منها لكي يسهل على شبابنا من خريج جامعات أو طلبتها أن يرتادوا هذه المراكز بشكل سهل ومستمر. لدينا أيضا سياسة لكي نحول بعض المباني التراثية، نستعيد رونقها وجمالها ونحولها إلى مراكز إبداع مصر الرقمية. الصورة العلوية لمركز الجيزة الحقيقة أيضا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي أقمنا فيه مركز متخصص للابتكار في مجال الخدمات الحكومية. الهدف أن نشرك القطاع الخاص والشركات الناشئة في تقديم الخدمات الحكومية بشكل مميكن. أيضا الصورة السفلى لمركز إبداع مصر الرقمية في القاهرة، به معمل متقدم لأبحاث الروبوتات والجيل الخامس أهدته لنا مجموعة من الشركات العالمية التي نتشارك معها في القطاع. يمكن يعني الحراك حول تقنيات الذكاء الاصطناعي وما نقرأه وما نسمعه كل يوم ليس بمعزل عن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، وبدأنا منذ عام 2019 في وضع خطوات ليكون لنا موقع يعني ذو حيثية في مجال الذكاء الاصطناعي. أنشأنا مركز للابتكار والبحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، يبني مجموعة من المنظومات في مجال الرعاية الصحية، في مجال الزراعة زي ما تفضل زميلي معي وزير الزراعة، أيضا في مجال البيئة وإدارة الموارد المائية والتنبؤات والحسابات في مجال الاقتصاد الكلي. كنا قد أنشأنا مجلس وطني يضم كل جهات الدولة للتنسيق فيما بيننا في ملف الذكاء الاصطناعي، وعد هذا المجلس وثيقة باستراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي تفضلت سيادتك بإطلاقها في عام 2021. كل هذه الأنشطة الحقيقة أدت إلى أنه مصر قفزت 46 مركز ما بين عامي 2019 و2022 في مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي الذي تصدر الأمم المتحدة. أيضا في مجال آخر أو في
رافد آخر عالي القيمة من روافد صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو مجال التصميم الإلكتروني والبرامج المدمجة. البرامج المدمجة هي البرامج الموجودة داخل الأجهزة الحديثة التي نستخدمها. الحقيقة أنشأنا مركز هنا في العاصمة الإدارية الجديدة، مركز حطب، به مجموعة ضخمة من المعامل على أعلى مستوى نتيحها للشركات التي نستضيفها في هذا المركز لكي ندعم الشركات المصرية والعالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها في مجال البرامج المدمجة والتصميم الإلكتروني. هذا المركز الآن يضم 24 شركة متخصصة، منها 9 شركات عالمية. الحقيقة إنه الدمج والمزج ما بين الشركات العالمية والشركات المحلية ليس مصادفة، وإنما المقصود به هو تبادل الخبرات، أن تطلع الشركات المحلية على خبرات الشركات العالمية والتكنولوجيات التي تبتكرها، وفي نفس الوقت الشركات العالمية ترى بشكل عملي يومي القدرات والخبرات الموجودة في شركاتنا المحلية، وبالتالي يعني يتوثق التعاون فيما بين الشريحتين. كذلك الحقيقة الحراك في مجال التصميم والتصنيع الإلكتروني لم يقتصر فقط على التصميم، وإنما أيضا على التصنيع. في خلال العام 2022 و2023 اكتسبنا 4 شركات عالمية لتصنيع أجهزة المحمول في مصر، شركات اللي أمام حضراتكم، وأقول تصنيع وليس تجميع، وهذه نقطة في منتهى الأهمية، لأنه يمكن في يعني سنوات طويلة لعقود اعتدنا على تجميع لا تزيد قيمته المضافة في مصر عن 10-15%. احنا هنا بنتكلم على نسبة قيمة مضافة محلية لا تقل عن 40%، وهذا كان الشرط لتوقيع تعاقدات مع هذه الشركات، ثم تبدأ الشركات في زيادة القيمة المضافة في مصر تدريجيا. 3 شركات من 4 بدأوا بالفعل الإنتاج، والشركة الرابعة سامسونج في مجال تصميم المصنع، بعد أن يعني اتفقنا معها إن شاء الله يبدأ إنتاجه في العام القادم. مركز محوطب للتصميم الإلكتروني الحقيقة واحد من 4 مباني في غاية الأهمية أقمناها في المرحلة الأولى من مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة. مدينة المعرفة هي منطقة تكنولوجية تضم مركز دعم الابتكار في مجال الإلكترونيات، تضم معهدي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتقدم برامج تدريبية في كافة روافد الصناعة، تضم أيضا المركز الرئيسي لجامعة مصر المعلوماتية، وتضم مركز للبحث والابتكار في مجال التكنولوجيات المساعدة التي تساعد أهلنا من ذوي القدرات الخاصة على مجابهة التحديات المفروضة عليهم. الحمد لله المرحلة الأولى اكتملت بالكامل، ومنتظرين تشريف سيادتك لكي تفتتحها في أقرب فرصة بإذن الله. نعمل الآن على المرحلة الثانية، فيها 6 مباني للكليات الأربعة التي تضمها جامعة مصر المعلوماتية. أيضا بدأنا في اتفاقات مع مجموعة من الشركات العالمية لكي تبدأ في إنشاء مراكز رئيسية لها في العاصمة الإدارية الجديدة في مدينة المعرفة، لكي يعني تمسي مدينة المعرفة هي مقصد شركات الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات في العاصمة الإدارية الجديدة. أختتم يا فندم ب يعني مؤشرات رقمية ربما تعكس يعني تطور العمل في القطاع. الحمد لله نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي نمت من 3.2% في عام 2014 إلى 5% في العام المالي 22-23. الصادرات الرقمية نمت من 1.5 مليار دولار في عام 2014 إلى 4.9 مليار دولار في
عام 22 إن شاء الله نستهدف الوصول إلى 10.5 مليار دولار، كما قلت 9 مليار دولار من التعهيد والباقي من باقي أنشطة القطاع، لكي نصل إلى 10.5 مليار دولار بحلول عام 2026. الحمد لله طوال السنوات الستة الماضية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو أعلى قطاعات الدولة نموا بنسبة نمو تتراوح ما بين 16 و17%. في عام 2018 صنف البنك الدولي مصر في الفئة جيم في جاهزية الحكومة للتحول الرقمي. في عام 2020 صنفها البنك الدولي مصر في الفئة ب، ثم في عام 2022 صنفت مصر في الفئة ألف أعلى هذه الفئات. دوما بإذن الله تظل مصر في الصدارة والمقدمة. شكرا يا فندم.